هاي، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده مع بعض؟ انا مش هعمل حاجه، جوزي هو اللي هيعمل البيتزا الحلوه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. تعالوا نشوف مع بعض. الحاجه الوحيده بس اللي انا هعملها هو ان انا هسوي الفراخ اللي هنعمل بيها اول بيتزا، وهنسويها مع بعض في السريع كده. صدور فراخ متقطعه حاجات بسيطه ومتنظفه وكله تمام. هبتدي ان انا احطها في الجريل، هشويها في السريع كده بنقطه زيت، ملح وفلفل وبس كده، و انا مش هعمل اي حاجة تاني. لو عايزين بقى ان انتوا تاخدوا فيها وقت شوية كده تبقى الفراخ في البيتزا طعمها طري، لان هي لما بتدخل الفرن برضو بتشد شوية، بتنشف شوية، ممكن ان انتوا تتبلوها قبل ما تعملوا كده. ممكن تتبلوها في زبادي او لبن، هتبقى حلوة قوي معاكم. اهو على طول ما خدتش وقت، وزي ما قلت لكم بتبلها بملح وفلفل وما بتاخدش وقت خالص. انت كده حطيت قد ايه دقيق؟ 2 وربع. 2 وربع. جوزي بيعمل بيتزا، انت بتعمل صوت. ممكن اعمل دلوقتي يبقى كده خلصان، ممكن اعمل اوفر رايس. تقولي انا بتعمل ايه؟ نص نص زيت، نص فنجان زيت، وحطيت خميره على سكر، صح كده؟ ماشي، على سكر، على شويه ملح وشويه ملح. ماشي بس بنزل ادخل ميه وبكده. ماشي، ميه تبقى دافيه. اوكي، شكلك فاهم يا نص. حلو، هتقلبي من تحت المية بشكلك عشان تقلب براحتك، اوعى تلسعني. المية دافية يا جماعة مش سخنة. هنظبط العجينة وبعدين نيجي لكم. وبعدين هي دي العجينة بعد ما جوزي العزيز عجنها. بصوا حلوة، مش بتلزق ازاي، وايده نظيفة، مش بتلزق في ايده. هيقسمها نصين تقريبا. احنا ولعنا الفرن، ولعنا الفرن عشان يدفى شوية. ماشي، عشان انا حاطة العجينة فيه تخمر. شكلك فاهم يا نصة. شوفها حلوة ازاي. عادي عادي يا جماعة، بلعب. انا حاولت ان انا اعملها قبل كده، بس كانت العجينة بتطلع مني تخينة، او البيتزا بتبقى معايا تخينة قوي، وجوزي بيحبها رفيعة ورقيقة، فهو المفروض ان هو كده قسم العجينه نصين عشان هو يعملها على صينيتين، بحيث ان هي تطلع رقيقه قوي، ما تبقاش العجينه تخينه. هاكلكوا تاني بس اشوفه بيخبط فين. وهنحطها بقى في الفرن علشان تخمر، ونغطي عليها بايه بقى، بلاستيك فيلم ولا فوطه؟ ممكن نحط فوطه. ماشي، الفرن يبقى بس الورق دافي الفرن دافي. لا 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 لا، يلا 1 2 3. سيبها ساعه الا ربع، مش كتير، انا جعانه. دول كاسين اناناس عادي عملتهم واحنا بنعمل البيتزا عشان نروق على نفسنا. احنا بقى هنا دلوقتي بنعمل الصلصه بتاعت الايه، بيتزا. ادي الصلصه، بس احنا طلعناها من الفريزر عشان انا كنت مفرزنه مشلشله صلصه، فهتفك وبعدين نيجي للتوابل بقى والحاجات اللي احنا بنحطها على البيتزا. هاي الصلصه، هي فكت اهي، طماطم فكت. حط بقى قد ايه صلصه؟ معلقة صلصة ونحط، أنا عشان بحب الزعتر حط نص معلقة زعتر. ماشي، ده زعتر سوري. ونحط شوية خل. ماشي،
خلي يا جماعة. وبودرة ثوم، اعملها بإيدك كده عشان ما هي مكلكعة. ثوم باودر حطها، بحبه. بس وبصل، وبصل باودر. ساعدك. هو ايه، نقلب كله؟ قلب 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 قلب، نقلب نقلب نقلب. وبعدين هنزود هنحط شوية توم بقى يا جماعة، فصين توم كده، فصين توم. ونقلب نقلب 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 نقلب. نزود شوية مية، نزود شوية مية سخنة. ايه نقلب 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 نقلب. وممكن ندوق في النص عشان لو عايزين نزود حاجة ما حطيناش ملح ولا حطينا؟ لا انا هحط ملح. هنحط فلفل ولا مش لازم؟ لا، فلفل اسود حسب الاحتياج. انا نفسي ما بحبش الفلفل الاسود فمش هحطه، فانا بس بحطه على طول اللي هم بيحبوش. ايوه زي الفل كده. بتبقلل بقى يا جماعه، هي اصلا متسبكه يعني، هي كانت متفرزنه في الفريزر، فهي كده خلصت تعتبر. بس هنديها بس غلوه كده مع التوابل اللي احنا حطيناها والثوم. استنى انا كمان عايزه ادوق. هنزود شوية كده. صح. خلي خلي. ممكن نحط ليمون لو حبيت. تمام. احنا بقى بنحب الصلصة كتير فاحنا عاملينها كتير. اللي حابب يبقى تبقى مززة اكتر يحط عليها ليمون. طلعت من الفرن وخمرت. هنتم بقى الصينية زيت. يا جماعة نفشت. ايش هاي الحلاوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلو حلو حلو، كله حلو حلو. نبطط 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 نبطط. صح نبطط. ايوه ايوه بطط 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 بطط. اتفردت كده. دي اكبر على فكرة، اللي معاك دي اكبر. دي صينية قلب زقنطوط، مش صغنطوط قوي يعني، بس صينية قلب عشان الجوانب بنتين الجوانب، علشان في صينية تانية بس تبقى كبيرة قوي على نص العجينة اللي باقية معانا، وفي صينية تانية تبقى صغيرة قوي على نص العجينة اللي باقية معانا، فقلنا نجيب حاجة وسط. احنا ايا كان اصلا هنسوي واحدة وهنشيل التانية في الفريزر، نسيبها على التسوية بس يعني، نحط كل المكونات وهنغلفها ونسيبها في الفريزر، وبعدين لما نعوز نسويها نقوم مطلعينها مسوينها. وده لو حد عايز يعمل بيتزا في الفالنتاين مثلا او حاجة. والمكونات دي بالنسبة للعجينة الإيطالية اللي هي الرفيعة،
لو انتوا محتاجين ان هي تبقى البيتزا اتخن من كده، بتحطوا عليها يا اما لبن بودره يا اما بتحطوا عليها زبادي. صح. اللبن بودره بيعمل ايه؟ بينفشها، بيخليها تنفش، تبقى منفوشه. لو حابينه يعمل قناة ليه لوحده قولوا لي يا جماعة في الكومنتات. أيمن جوت تالنت. أيوة بالظبط كده. الله، هنا في خطوة بقى المفروض تتعمل، أنا مش هقول عليها، أنا هسيبك أنت تعمل. معانا هنا بقى فراخ اللي احنا عملناها، وفي بسطرمة، وفي بصل، وفي الموتزاريلا. احنا بنحب نستخدم اللي هي الاطباء، فميكس جبن فحلوه قوي. الله، هنبدا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي نحط المكونات. اهو يا جماعه الصينيه هنعملها، والاثنين هنعملهم، بس هنسوي واحده دلوقتي وبعدين هنسوي واحده تانية. الله، بيخرمها بالشوكه بقى عشان تستوي وكده، عشان تستوي اصلا تبقى هشه. خرمها بالشوكه، مكونات الصلصه تدخل فيها. ميس، هبتدي بقى نحط الصلصه. الصلصه بقى اللي احنا عملناها، في ناس بتحب تحط صلصه قليله، بس انا عن نفسي بحب احط صلصه كتير. احنا بقى هنحط صلصه كتير جدا. جدا. هي بتبقى يعني حسب ذوق. ممكن الناس تفرد بدي. حط كميه صلصه كفايه، وبعد كده ايه نبتدي ايه نوزعها. ايوه، في احلى من كده؟ مفيش. لو في حبه فايضين نحطهم عادي هنا او هنا. بس هي مشكله بس الصلصه الكتير ان هي تخلي العجينه طريه قوي، فلو انتوا مش حابين العجينه تبقى طريه قوي ما تزودوش صلصه كتير. ايوه طبعا احنا بنحط كتير جدا. حط ما يهمكش يا استاذ طارق. حاضر. زود ما يهمكش. ازود؟ حاضر. في واحده هناك ما اتحطتش. ايوه لسه. نوزعها بقى، نحاول ان احنا نوزعها تكون. احنا كلنا نصها يا جماعه، واحنا بنسيب العجينه تخمر كلنا نصها. بصل. بالنسبة للصينية التانية نحط فيها بسترم. طبعا احنا لو بعنا طبعا البيتزا دي احنا نخسر فيها، بس ايه طالما احنا خلي زول حطهم من فوق الجبنة. احنا هنسويهم هما الاتنين يا جماعة وخلاص بقى، عشان انا جعانة بصراحة. زودت جبنة عشان انا بحب الجبنة كتير. ندخلها الفرن بقى واستنوا لما تطلع. وخلصنا ونقلنا الاثنين في صينيتين البيتزا بقى، ده شكلهم وعجبني القلب قوي بصراحه. يمي يمي يمي. احنا غطيناها اهو بتاع، هنسيبها 10 دقايق كده ولا حاجه عشان العجينه معانا ما تبقاش طريه قوي. بجد خرافيه. مش عارفه اقول لك ايه والله، بس يعني هو راح يجيب حاجة فأنا أكلت تلات أرباع الأكل.